مستمرين معاك يا كابتن ايمن. هينضم لنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. شوط اول عملتوا فيه كل حاجه، يعني بنتيجه هدف في الشوط الاول هي اقل بكتير جدا من اداء النادي الاهلي في الشوط الاول. ضغط ارتداد سريع من اللاعبين، النهارده بدفع ببيكهام في مركز الظهير الايمن، عمل مباراه كبيره ورامي ربيعه في ظل يعني التدعيمات والغيابات دي، لكن عملنا شوط اول كويس جدا. طبعا تحياتي كابتن ايمن طبعا وضيوفه. زي ما انت قلت شوط مميز، اعتقد الحمد لله عملنا اداء كويس، استحواذ كويس وضغط عكس كويس، وكان عندنا فرص ممكن كنا قدرنا نحسم المباراه في الشوط الاولاني بهدف او هدفين. لكن برضو انت زي ما قلت في لعيبه كتيره النهارده بتشارك لاول مره، وعندنا ظروف غيابات اصابات، النهارده بنفتقد مثلا لعيبه كتير مميزه جدا، يعني علي معلول مثلا، حمدي فتحي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، افتقدنا جونيور برضو في الشوط الاولاني. فاعتقد الحمد لله برضو يعني اثرت علينا شويه، لكن الحمد لله برضو يحسب للعيبه اللي هي تعبت واجتهدت وعلى قد ما قدرت عملت اداء كويس في الشوط الاولاني. وانت مهم جدا ان انت كنت تكسب، مكسب مهم جدا معنويا لينا، وان انت برضو تكسب الفرقه اللي كسبتك. فاعتقد الحمد لله كان رد كويس من اللعيبه، وان شاء الله نفكر بقى في الادوار الثانيه، وان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفق ان شاء الله. بتسمي الفتره اللي جايه فتره يعني مزدحمه، في مباريات كتير في وقت قليل جدا، في ظل غيابات في ظل اصابات، شايف الامر ده ازاي؟ خاصه انك تحافظ على بطوله الدوري، تحافظ على بطوله الكاس، تحافظ على بطوله كاس افريقيا او بطوله افريقيا، امر صعب جدا. ما هي دي التحديات اللي انت بتقابلها، يعني خصوصا ان انت بتلعب بكميه ضغط مباريات كبيره جدا، مطالب ان انت تكسب في كل المباريات، مطالب ان انت تعمل اداء كويس في كل مباراه، تلعب على كل البطولات اللي انت بتشارك فيها يعني. لكن هو ده عاده وقدر لعيبه النادي الاهلي يعني. اعتقد ان شاء الله بس الحاجه الوحيده اللي احنا نتمناها الاصابات اللي هي تقل شويه، لان دخلنا في طبعا صعوبات كتيره بنقابلها الفتره ديت، يعني ثلاث اصابات في يوم بالظبط كده، فاعتقد صعب يعني. اتمنى النهارده او جاي، وامبارح كان محمد هاني وياسر ابراهيم قبل المباراه يعني، وممكن برضو حصلت الارتباك كده جدا في التشكيل وشكل الفرقه اللي انت غيرت. دفعت رامي ربيعه برضو ادى اداء مميز النهارده، بيكهام نفس القصه ادى اداء مميز النهارده جدا، رغم بقاله فتره كبيره جدا ما بيشاركش يعني. ففي اجابات من الفرقه الحمد لله، محمد شريف بيواصل برضو اللي هو سلسله الاهداف وسلسله ماشي كويس النهارده. فاعتقد الحمد لله برضو في حاجات كتيره نقدر نبني عليها، ان شاء الله نركز في الفتره اللي جايه ان شاء الله. اللعيبه اللي تبقى بعيده عن المشاركه زي رامي ربيعه، زي احمد رمضان بيكهام، انا عارف ان دورك ودور الكابتن سيد عبد الحفيظ معاهم مهم جدا في التجهيز، ما تحسهمش بعيد عن الملعب. النهارده مباراه كبيره من رامي ربيعه، مباراه كبيره ايضا من احمد رمضان بيكهام. بص، مش دورنا الوحيد، مش دورنا انا او سيد لوحدنا يعني، لكن برضه الراجل نفس القصه، الراجل بيتكلم معاهم كويس، بيديهم دوافع كويسه، بيثق فيهم، ممكن دايما بيقول انا ما يعني ما بيبقاش قلقان لانه عنده ثقه في كل اللعيبه، وده اللي بيحصل. قبل كده برضه محمود وحيد شارك وكان بقى له فتره بعيده، لعيبه كتير اكرم، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يكون ناصر يخش معانا بقى بالفرقه بعد الفتره الاصابه الكبيره اللي هو كان بيعاني منها. فاعتقد الحمد لله برضو نكمل بس الفرقه تكتمل، واعتقد يبقى الشكل افضل ان شاء الله. كابتن سامي، القرعه يوم 30، من وجهه نظرك شايف مين في الترجي، في الوداد، في صن داونز، شايف احنا الاتجاه رايح لفين، وانت امنيتك الشخصيه ايه؟ بص، يعني دايما اختيار ربنا، دايما الواحد بيقول اختيار ربنا دايما احسن يعني. يمكن السنه اللي فاتت احنا كنا اتحطينا في موقف صعب مع صن داونز، خصوصا بعد السنه اللي قبلها اللي كنا حصل برضو خساره فيها كبيره، لكن اعتقد الحمد لله كان عندنا رد اعتبار كبير. فاعتقد ان دايما اختيار ربنا بقى افضل، واحنا ان شاء الله واثقين في اللعيبه، واثقين ان شاء الله ربنا يجيب لنا الافضل ان شاء الله. شهر رمضان على الابواب، كل سنه وانت طيب والفريق طيب، وفيه هيبقى مجموعه كبيره جدا من المباريات. ناخد التهنئه منك لكل جماهير النادي الاهلي وكل الامه الاسلاميه. طبعا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله ربنا يعودوا علينا وعليكم بكل الخير. يعني صعب بالنسبه لنا، شهر صعب بالنسبه لنا جدا، في كميه مباريات كبيره، تحدي كبير جدا. اعتقد ان شاء الله اللعيبه تكون على قده، وان شاء الله نوصل ان شاء الله اللي احنا نتمناه والجمهور الاهلي يتمناه ان شاء الله. شكرا كابتن سامي، وبالتوفيق. شكرا كابتن ايمن. ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سيمبا التنزاني بهدف مقابل لا شيء، وصعود الاهلي وسيمبا الى دور الثمانيه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.